هي جبهة صد ضد كل محاولات الانحراف النحلي والطائفي، هي جبهة صد ضد كل توجهات التشدد الديني والتشدد العنيف، هي جدار صد ضد محاولات زعزعة الجزائر أو تمزيقها على أساس طائفي أو أساس نحلي. أكثر من هذا، إن الزوايا تعتبر في الجزائر هي القلاع، هي القلاع الحصينة التي ستؤمن الجزائر كما أمنتها من قبل، خلال زوايا الجزائر الأصيلة والعريقة ومشايخها وعلمائها ومساجدها. إننا نمثل جبهة للوسطية والاعتدال، لا نكتفي بالصد ولكن نعطي الدروس لغيرنا ونعطي الأنموذج لغيرنا ونعطي الإسوة لغيرنا. والجزائر كما تعلمون اليوم سجلت تجربتها في تحصين المجتمع بالرجوع للمرجعية الدينية الوطنية واجتثاث تشدد الوقاية منه،